متجر عزيز لبيع الكوينز مضمون وآمن من الباند بنسبة 100%. تقدر تشحن حسابك إلى 15 مليون مرة واحدة بدون أي مشاكل. يقبل تحويل بنكي لجميع البنوك السعودية، وأيضا المتجر معتمد ومسجل لدى وزارة التجارة. كل التفاصيل تحصلونها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. اليوم عندنا يا جماعة الخير طريق المجد، بس نذكر إيش وضعنا في الديفيجن في الحلقة الماضية، وعندنا 4 فوز تعادل خسارة وحيدة فقط. يبغالنا 4 المباريات المتبقية إننا ما نخسر فيها نهائيا. هذا هو. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب بما انه يا جماعة الخير سريقو ما ضبط معانا، فراح نبيعه. اوكي، نعرض للبيع ونجيب حارس جليتشي. نصحني عليه واحد من الشباب اسمه فيفيان. انا اتذكر ان هذا الحارس جليتشي فيفا تتوقع 17. طيب برضه هو نازل له انفورم، وتوقع انه قوته 84 حاجة زي كذا. هنجرب ايش خسران، بالله ايش خسران هذا اللي هو فيفيان. طيب ممكن يكون افضل. بهلواني طوله 195، اطول من سريقو، وكلهم بنفس ما ادري يا زبدة. ان شاء الله يكون عنده خاصية التصدي بالرجل. لا، الحارس اللي عنده خاصية تصدي بالرجل يا اخوان اعرفه، ذا الحارس حيكون شيء مرة ممتاز. كان ناخذ هذه النسخة اللي ب 22,000. ممتاز، رخيص يا ولد، والله رخيص. اوه اعطوني اطقم، اوه حركات، اعطوني اطقم الكارنفال، واعطوني طقم اللي هو السنة قمرية سعيدة. ابا احطها طقمي الاول. ويلكم تو فافيان، يعني للنادي الله يحييك. يعني كان عندنا هاندانوفيتش بعناه، جربنا بوفون ما ضبط، بعدين سريقو ما ضبط، نشوف الان فيفيانو. اوكي يا عيال، زر اللايك عيال بداية المقطع، عطنا المباراة الاولى في الحلقة هذه، ليتس جو. يلا اوكي تشكيلته ممتازة جدا جدا جدا. نلعب بالخطة هذه، نحط التعليمات وننقل مكان البرونزي. بعض الناس يحسبوني بلعب بالبرونزي أساسي، لا يا أخوان ببدله طبعا. بسم الله على بركة الله نبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كبير، يلا حط. الله أكبر، تريحني يا طيب يا ويليان، الله عليك. أيوة أيوة والله أشواه، ترى بلنتي والله صراحة. مالي روح رونالدينو. الله يا الساحر، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. خش بسيد الحكم. الله اكبر، ايش دخل الحكم بس؟ يلا حلوه. اوه سيء. اوه فيفيان، والله ما سويت خير يا اخي، انا اللي ما سويت خير وما دفعت مضبوط. والله فيفيان يعني ما قصر. يلا معنا دخلها في المرمى. يلا ايوه نرجع على طول. الله اكبر من سنتره ابو موسى، هنا وهناك يا حبيبي. حلوين. على بالي انه مسكها فيفيان. يلا هدف رابع عشان نرتاح يا عيني، خلاص انتهى روقان الان السكنان. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، هدي 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 هدي، رونالدينيو المتحدي هون، ليتس جو. يلا كبير فيفيان، يعجبني. الله عليك على الوقوف والثقة. يلا كبير احمد موسى. او بلنتي بلنتي حبيبي. الله اكبر يا بي، اما ضيعت. يلا كبير خلاص، عوضنا يا رونالدينيو، عوضنا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله تكفى فيفيان. يعني الله اكبر رونالدينو. لا 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 رونالدينو مفترض يكمل جولك يا اخي. الله اكبر يا افا اشوه. حلوين مستوى اداء نتيجه رونالدينو المان اوف ذا ماتش، وربي يستر. يا الهي اللي بعده. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، لا شريك له، كل الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. يلا بلنتي سيد الحكم. يس يس. سلام عليك رونالدينيو الصورة. عطني 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 عطني. اوكي اوكي اوكي. يا الله يا الله. يا عين يا وليان يا عين يا وليان. نرجع في المباراة حبيبي 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 حبيبي. مو نرجع في المباراة، نتقدم في النتيجة كمان. ليتس جو. يبغالي ما افكر كثير، انا افكر كثير اثناء المباراة عشان كذا افقد التركيز يا اخي. يبغالي اركز فقط في المباراة، فقط في المستطيل الاخضر يا احمد. قاعد اكلم نفسي يا شباب معلش. لا والله قلة ادب يا اخي، قلة ادب ذي يا اخي، والله قلة ادب. والله العظيم ما ادري كيف سجل الجول. هيقول لي يا عيال ذا كيف الجول ذا دخل. دحين يسكت. يلا يا رونالدينو. يا اخي تكفى يا اخي. يلا يرحم امك يا اخي يرحم ام. ايه يلا يلا. لا يا لزون لا يا لزون. الله يقلع ابوك. يلا كبير. الله يلعن ام الشغله. الحظ ما يبغى يا عيال، سويت كل اللي علي. الله اكبر يا دين يا شيخ يا شيخ. ايه ايه يا ابوي. صح صح. حرام كان يمدينا اجيب الفوز بس لولا الاستهبال حقي. معليه معليه. الحمد لله اللهم لك الحمد. اقسم بالله العظيم سوينا انجاز يا عيال، سوينا انجاز يا ولد. رجعنا من ذا والحظ كان ضدنا ويعني وما قصرنا ما قصرنا والله. وضيعنا بلنتي، تذكر اني ضيعت بلنتي. رونالدينيو مان اوف ذا ماتش. الله يعطيك العافيه رونالدينيو. ايوه يا شباب الله اكبر. اجل المباراه القادمه او الحلقه القادمه معليش، الحلقه القادمه باذن واحد احد راح يكون عندنا مباراتين لازم نفوز فيها الثنتين. اذا ما فزنا فيها روحت روح لنا. برضو حلقة اسطورية ثانية يا جماعة الخير. وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع. الظاهر ان احنا عارضين سريقو للبيع وعندنا مبلغ كم يا ولد؟ عندنا 29,000، فممكن يصير عندنا 60,000 نشتري فيها مين؟ اليساندريني يا اخوان. اليساندريني حيكون بديل خرافي يا ولد، نحتاجه والله نحتاجه. احيانا ابو موسى احيانا يهنق فما يتمركز مزبوط ولا يفتح مزبوط، فصير نطلع ابو موسى وندخل اليساندريني يا اخوان. اوكي فلا تنسون تضغطون زر اللايك وانتم طالعين المقطع، وتابعون حساباتي تحت تشترك يا شنب اذا ما كنت مشترك في القناه. نراكم على خير في امان الله.